معركة أجنادين. بعد أن حاصر خالد بن الوليد بصرى في الشام وأجبر أهلها على الاستسلام ودفع الجزية، عرف هرقل حاكم الروم أن الجيوش الإسلامية المتواجدة في الشام تنوي نشر الإسلام وإخضاع بلاد الشام لحكم الدولة الإسلامية، وأن الأمر جدي هذه المرة، فأمر هرقل من فوره بإعداد الجيوش والتجهيز لحرب لا رحمة فيها ولا هوادة يعيد فيها بلاد الشام إلى حكمه، فأرسل جيوشا جرارة وأعدادا كبيرة وجهزها بأفضل تجهيز وسلحها بالعتاد والعدة. كان مجموع جيوش المسلمين لا يتجاوز 36 ألف مجاهد مجتمعين، وذلك مع المدد الذي أمر به الخليفة أبو بكر الصديق من العراق. راح إلى أجنادين 90 ألف جندي روماني، وحاصر هذا الجيش الكبير جيش عمرو بن العاص البالغ عدده 7000 مقاتل. وتحرك قائد جند الإسلام في الشام خالد بن الوليد من بصرى مع جيشه، وترك شرحبيل بن حسنة ومعه 6000 مجاهد في بصرى، ووصل إلى أجنادين لمساندة جيش عمرو بن العاص. وقعت أحداث هذه المعركة على أرض فلسطين على مقربة من مدينة الرملة، حيث عسكر المسلمون في قرية عجور شمال غرب مدينة الخليل، في حين عسكر جيش الروم في قرية بيت جبريل. بعث خالد بن وليد ضرار بن الأزور إلى معسكر الروم ليلا ليجلب الأخبار، وقال له كن خفيفا ولا يفطن القوم لك. فخلع ضرار ترسه وأصبح عاري الصدر، واقترب كثيرا من معسكر الروم حتى شاهده بعض الفرسان، ولحق به 30 فارسا وهرب مسرعا. وعندما شاهد ابتعاد الفرسان عن بعضهم البعض هاجمهم وبدأ بقتلهم واحدا تلو الآخر حتى قتل منهم 19 فارسا. وعاد باقي الفرسان الروم إلى المعسكر، فعندما سألهم أحد قادتهم عن باقي الفرسان قالوا له قتلهم الشيطان عاري الصدر. وانتشر ما حدث من قبل الشيطان عاري الصدر في معسكر الروم انتشار النار بالهشيم. كم منا يعرف قصة هذا الصحابي البطل عاري الصدر؟ كم منا يعرف ماذا فعل الأسد ضرار بن الأزور بمعركة أجنادين الخالدة؟ كيف لنا أن نستشرف المستقبل ونحن أمة نجهل تاريخنا ولا نعرف عن أبطالنا؟ وفي الأثناء بعث أحد كبار قادة الروم أحد أفراد الجند الروماني إلى معسكر المسلمين، وهو جندي عربي نصراني ويجيد العربية، وأمره أن ينام بين جند المسلمين ويأتي في الصباح الباكر ليخبره بما شاهد. فقال له إنهم رهبان بالليل فرسان في النهار، لو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده. فقال له القائد الرومي إذا كنت قد صدقتني فباطن الأرض خير من لقاء هؤلاء، وددت لو أن حظي من الله أن يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي. أجرى خالد بن الوليد تشكيلات الجيش ووزع الكتائب، فجعل على الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة سعيد بن عامر، وعلى المشاف القلب أبو عبيدة عامر بن الجراح، وعلى الخيل سعيد بن زيد، وجعل 4000 فارس احتياطي، وهؤلاء ممنوع اشتراكهم في المعركة مهما حصل إلا بأوامر مباشرة من خالد بن الوليد. بعد صلاة الفجر قام خالد بن الوليد بالجيش وقال لجنده اتقوا الله عباد الله، قاتلوا في الله من كفر بالله، ولا تنكصوا على أعقابكم ولا تهنوا من عدوكم، ولكن أقدموا كإقدام الأسد وأنتم أحرار كرام. ثم قال أيها الناس إذا أنا حملت فاحملوا. وبدأ قادة الحرب في جيش المسلمين تطبيق خطة قائدهم سيف الله المسلول. أمر خالد الجناحين بالتمدد ليصل طول جيش المسلمين 5 أميال ليمنع التفاف جند الروم من خلف المسلمين، وبالمقابل تهيأ جيش الروم للقتال، وجعل قادته الرجال في المقدمة يليهم الخيل، واصطف الجيش في كتائب ومد صفوفهم حتى بلغ كل صف نحو 1000 مقاتل.
بعد أن اصطف الجيشان خرج من بين صفوف الرومان رسول بعث به قائدهم وردا، وتقدم إلى نصف المسافة بين الروم وبين المسلمين، فخرج إليه خالد بن وليد فقال لخالد: قائدنا وردان أرسلني لأخبركم أنكم إن رجعتم عنا دفع لكل رجل من جيشك دينارا من الذهب وثوب وعمامة، ولك أنت القائد 100 دينار ومئة عمامة ومئة ثوب. فقال له خالد: أما ما ذكرت من دنانير وملابس فهي لنا بعد قليل، قل لقائدك إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. عندما عاد رسول وردان وأخبره رسالة خالد بن الوليد شاط غضبا وأمر كتيبة من النبالة بالتقدم إلى الأمام، وعندما شاهد قائد ميمنة الجيش الإسلامي معاذ بن جبل هذا التقدم جهز كتيبة وأراد أن ينطلق إلى كتيبة النبالة قبل أن يبدأ برمي السهام، إلا أن خالدا أمره أن يعود، وكان خالد بن الوليد يرى تأخير القتال حتى يصل الظهر وتهب الرياح وهي الساعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القتال فيها، ولو أدى ذلك إلى أن يقف مدافعا حتى تحين تلك الساعة. وقعت خسائر كبيرة في صفوف المسلمين، وغضب القادة وحثوا خالدا على إعطاء الأوامر بالهجوم، إلا أن خالدا رفض وطلب من ضرار أن يخرج ويطلب النزال الفردي، فخرج له قائدان من الروم، أحدهم حاكم عمون. فلما اقتربا من البطل المغوار ضرار نزع ترسه، فعرفوا أنه الشيطان عاري الصدر، فقتلهم. وخرج 10 فرسان من الروم، وخرج مع ضرار 10 مجاهدين، وقتلوا كل فرسان الروم، واستمر القتال إلى أن انتصفت الشمس في كبد السماء. عندها أمر سيف الله بالهجوم الشامل وقال لهم خالد: احملوا على بركة الله، وكان قتالا عنيفا جدا. عند مغيب شمس اليوم الأول من القتال عاد الجيشان إلى معسكرهم. غضب قائد الروم غضبا شديدا بسبب عدد القتل الكبير بين جنده، كان الرعب يدب في نفوس جيش الروم. ففكر وردان بحيلة لقتل خالد بن الوليد، لأن وردان يعلم أن سبب انخلاع قلوب جيشه هو خالد بن الوليد، هذا البطل الذي كان يلقي الرعب في قلوب الأعداء بمجرد سماعهم أنه هو القائد. فكما كان خالد يرفع من معنويات جنده لأنه القائد الذي لا يغلب، كان يزرع الفزع في قلوب الأعداء لما عرفوا وسمعوا من بطولاته وقوته ومهارته وحنكته في القتال. وضع وردان مكيدة لقتل خالد أن يخرج إليه في الصباح ليعقدوا صلحا واتفاقية سلام، واختار 10 من خيرة الفرسان وقال لهم: عندما أشتبك مع خالد بالقتال تهجمون وتقتلونه غدرا. وطلب من أحد عرب النصارى الذين في جنده ويدعى داود أن يذهب إلى خالد ويخبره أنه إذا كان من غد فليخرج إليه وحده ليعقدوا صلحا وينهوا القتال. وصل داود ليلا إلى معسكر المسلمين وطلب مقابلة خالد، فقام خالد ولبس درعه وحمل سيفه وتجهز وكأنه ذاهب إلى غارة. فلما رآه داود طار قلبه من الفزع، وكان خالد بن الوليد طويل ضخم وله عضلات ضخمة. فقال داود لخالد: أنا رسول فقط، وأخبره بطلب قائدهم وردان، لكن فراسة خالد جعلته يشعر أن هناك لبس في هذا الطلب. فقال له خالد: إذا كانت هذه مكيدة فوالله لأذبحنك ذبحا. بعد انتهاء اللقاء لم يستطع داود احتمال الهيبة والعظمة التي شاهدها على قائد جند المسلمين، وأيقن أنه مقتول غدا لا محل، فرجع إلى خالد وطلب تأمينه على حياته وحياة أهله إن صدقه القول. فأمنه خالد وأخبر داود قائد جند الإسلام بخطة الغدر التي أعدت له. عندما حل الصباح
خرج قائد الروم بلباسه وزيه العسكري وحده، وكان قد حدد موعد اللقاء قرب تلة حتى يتمكن جنوده العشرة من الاختباء. وقبل أن يخرج خالد كان قد عهد إلى ضرار بن الأزور وعشرة فرسان أن يخرجوا وينتهوا من أمر الجنود الرومان العشرة قبل أن يبدأ خالد بالمفاوضات مع وردان. وما أن وصل خالد طلب منه وردان الاستسلام، فقال له سيف الله: أيها الرومي الكلب، إما أن تقبل الإسلام أو تدفع الجزية. هم وردان على خالد وبدأ قتالا عنيفا، وكان قائد الروم فارسا يشهد له في ميدان القتال. وأثناء المبارزة تفاجأ خالد أن عشرة من الرومان يقتربون منه مشهرين سيوفهم، وصدم من عدم وصول ضرار في الوقت المناسب، وكان موقفا صعبا جدا على خالد. وما أن وصل فرسان العشرة قام أحدهم وخلع ترسه، وإذا هو ضرار بن الأزور وقد قتل العشرة فرسان من الروم ولبس لباسهم مع رجاله. وعندما شاهد وردان ضرار عرف أنها نهاية، قال لخالد: لا تجعلن الشيطان عاري الصدر يجهز علي. فتركه خالد لسيف الأسد عاري الصدر فقتله. عندها أمر خالد الجيش الإسلامي بهجوم عام من كل الجهات، ودارت حرب ضروس وكانت شديدة جدا على المسلمين. واشتركت المجاهدات المسلمات في هذه الحرب الصعبة، وقتلت أم حكيم الصحابية الجليلة أربعة من الرومان بعمود خيمتها، وأبلى المسلمون بلاء حسنا وضربوا أروع الأمثلة في طلب الشهادة وإظهار روح الجهاد والصبر عند اللقاء. اشتد القتال، وكان صمود الجيش الروماني صادما للجيش الإسلامي، خاصة أنهم فقدوا قائدهم. واستمرت الحرب الضروس، وعندها وجه خالد بن الوليد القائد الحصيف قوات الاحتياط بقيادة يزيد إلى دخول أرض المعركة، وكان لدخولهم الحرب أثر كبير على قلب الموازين. انتصر المسلمون في هذه الحرب، وقد روى دماء 450 شهيدا ترى فلسطين، وقتل من الرومان 50,000 من جنوده، وفر الباقين متفرقين إلى غزة وإلى القدس، فأرسل خالد الخيال لمطاردة فلوله. لم تكن بطولات الصحابية أم حكيم هي الوحيدة في صفوف المجاهدات في أجنبين، ولم يكن الأسد عاري الصدر ضرار بن الأزور هو فقط من أبلى في هذه الموقعة الخالدة التي تكللت بالنصر العظيم، النصر لمقدمة الفتوحات الكبيرة لبلاد الشام، فتوحات على أيدي الموحدين الأبطال.